إلى السياحة في سلطنة عمان. مشاهدينا الكرام، مجموعة من الشباب العماني يؤسسون شركة الاتجاه الخامس، وكأنهم ينفذون من خلال المقومات السياحية العمانية إلى جهة فريدة من الجمال والطبيعة. مجموعات ينطلقون في قالب سياحي تنزهي تغلفه الأنشطة الثقافية والتدريبية، وكأنها حصص تعليمية بين أحضان الطبيعة العمانية. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير عن شركة الاتجاه الخامس وأنشطتها السياحية التعليمية المجتمعية. تحتوي برامجنا على نموذج فريد من نوعه، هي السياحة التعليمية، بحيث أن احنا ناخذ طلبة أو موظفين لأنشطة خارجية مقرونة بمغامرة خفيفة أو سياحة في المنطقة اللي احنا نقيم فيها البرنامج. مثلا عندنا جزيرة القادة، عندنا تحدي القادة، عندنا هنقول برنامج صلالة، عندنا برنامج العوائل. فكل برنامج يحمل ثيمة معينة، الورش خلال هذا البرنامج مقرونة باسم الاسم العام للبرنامج نفسه. في أنشطة اللي يتعلمهم القيادة، تفكير الإبداعي، العمل الجماعي، المسؤولية، الثقة بالنفس. طبعا مصاحب لهذه المبادئ اللي احنا نحملها خلال برامجنا في أنشطة أخرى اللي هي مثل الطبخ الخلوي، التخييم، المغامرة، المشي الجبلي. هذا البرنامج كل يوم يكون له ثيمة معينة، طبعا يكون في ثقافي، رياضي، سياحي، تعليمي، وكل يوم يشمل أنشطة مختلفة. نعرف الطلبة على هذا المكان، نعرفهم أهميته سواء سياحيا أو بيئيا، غير أنه طبعا يشمل برنامج تعريفهم على النباتات العمانية، أنواع الجبال، نعرفهم على أيضا أنواع التربة أحيانا، أنواع الكهوف، وإيش ممكن أنك أنت تمارس من أنشطة خلال هذا أو في هذا الموقع نفسه.